حنا اليوم كنخرجوا تحت الجوله المطالب ديالنا اللي السلطات ما تجاوبتش معنا في مطالب ديالنا، ومن حقنا كسائقين اننا نخرجوا نطالبوا بزياده ديال المحروقات، زياده ديال بزاف ديال الحوايج على الصعيد الوطني. ما نساوش ان اليوم بالخصوص اننا نخرجوا نطالبوا بانهم ينقصوا لنا في الغازوال اللي كيتراوح الثمن ديالو 210 ريال اللي بزاف علينا، وكنطالبوا السلطات اننا زدنا غير درهم ماشي شي حاجه بزاف. حنا عارفين المواطن انه قاس عليه الثمن، ولكن راه لا اله الا الله، حتى حنا راه اننا ولينا كل مره كنخدموا على الاقل كتزاد عليه واحد 50 درهم في الخدمه ديالته. اذا 50 درهم راه قوت ديال اليوم ديال الوالدين ديالي وديال الزوجه ديالي والطلامي. حنا تنطالبوا اليوم ان شاء الله، حنا اليوم ما غاديش نتحركوا من هنا الا ما داروش لنا المطلب ديالنا. المسؤولين هضرنا معاهم ولكن هما تيقولوا لنا اعطونا واحد المهله، ولكن هذه المهله عطينا لهم شحال هذه المولاد، دابا هذه المولاد اكثر من 15 يوم وما تجاوبوش معانا، والطريفه ما تبدلتش من 2011 اللي كان المازوت ديك الساعه يدير 7 درهم فاصله نص. اذا تنطلبوا من السلطات انهم يستمعوا لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا كسائقي الاجره في بني ملال درنا واحد الوقفه كنطالبوا فيها على وديت ادخال الاحياء الجديده اللي هي مازال ما دخلتش عندنا في التعريفه، واللي كان الطاكسي كتوصلها مازال ما عارفينش الثمن اللي نديو فيه شحال باش غادي نديو لديك المناطق. وفي ظل ارتفاع ديال المحروقات اللي عرفته المملكه ارتئينا اننا نزيدوا واحد الدرهم رمزي لمواكبه حنا التغيير، لانه تضررنا كقطاع وكمهنيين. المدخول اليومي ديالنا تقاس لدرجه اننا رفعنا صوتنا لهذه السنه كمطلب للمسؤولين، وجات الوقفه كرد فعل التماطل ديالهم والوعود الكاذبه ديالهم اننا غادي ندرسوا الملف ديالكم المطلبي وغادي نجاوبكم بالنتائج اللي هي غادي ترضيكم. بعد ما تسدوا في وجهنا كاع الحلول وكاع البيبان ارتئينا اننا نديروا واحد الوقفه، واحد الاضراب اللي هو مفتوح ان شاء الله حتى يستجبوا لنا ويعطونا المطالب ديالنا اللي تنشوفوها احنا انها مطالب مشروعه وفي حقنا.